دعوات صادقات جميلات لكل الأمهات القابضات على الجمر وكل المربيات والطموحات والمكافحات في هذه الحياة الطويلة. تحية لأمي، إن شاء الله ما تشوفي شر، إن شاء الله ما في أي ألم يعني تمر به في حياتك يا رب العالمين. وحنتواصل بالتأكيد وفقراتنا حاضرة، ودائما دوذا الكلم والحرف حاضر من خلال فقرات ظلال الأصيل، وهذه الحروف يعني اللي هي دائما بتتحدث عن القلق من خلال المنطقة الممكن تتولد فيها. والديوام والنيل الأبيض مباشرة واحدة من الأماكن الجميلة جدا في السودان، أنجبت شاعر الشاب وهيب صالح الزين، موجود معنا من خلال ظلال الأصيل، له التحية والتقدير وأهلا ومرحبا بك. حياك الله يا أستاذة، مساء سعيد عليكم، والتحية لكم والتحية لكل الكوكبة العاملة بقناة الشروق، بالأخص برامج ظلال الأصيل، وأتمنى أن أكون بحجم البرامج وبحجم الكلمة التي تنال إعجاب المشاهدي ومتابعي ظلال الأصيل. قبل أن قلت ألق الحروف دائما بيكون بينطبق على البيئة المحيطة، والديوام أو النيل الأبيض عموم واحدة من الأماكن السودانية الساحرة بتوفر فيها المعينات عشان الواحد يكون عنده كتابات مختلفة يقدمها للمتلقي أو المستمع. وقبل ما نتعرف على النشأة والميلاد وقبل ما نتعرف على الخطوات الأولى في الديوام، خلينا نسمع أول قصائد نهديها للمشاهد الكريم. أحب أهدي طبعا الأولوية أنا بشوفها للوطن، وإن شاء الله تكون يعني في مقام الوطن وتكون بحجم الوطن، يعني ولو إنه كل شاعر كل ما كتب في الوطن طبعا ما حيجزي شيء، يعني تبقى الوطن هو صحيح الوطن. ففي عز الوجع أحاول أدم جراحك بلادي، وأحاول ألتق كفاك المهتك، أحاول أخيط وخيط وخيط وطرز نسيجك ولو كان مفتق، أجمع فتاتك وكمد حروفك وأمسح دموعك نوابت ربيع في روح وردة بتك، نلملم كيانك نسيجا مرتك، وآه يا مآسي 200 المداين حنين بتعاين رح يجناين دخان الكماين وعمال بواديك تبني مفرتك، بلاد حبيبة أحرق قطارك وضجة مطارك، بحلو مزاج إذا الغربة طالت، إذا الفرقة حالت وينفك حصارك وغيظ انكسارك، وكل الحدايق أشوفك تغني بروح طفلة ضاحكة وروح أم حنونة وروح أب مثالي وروح أخ مصونة وروح جد بيحكي وحبوبة بتضحك، وجيران لفكر العزيز في ضرام، بحبك تكوني مداءات شواسع والوادي واسع، يشيل كل زول اتكاءات تنادي على كل زول في الهجير، يا بلادي في صفحة سماكي وهواكي المعتق، يا رب نعتاقي يكون مية مية، وفي كل يوم لك من التحية، وفي كل يوم لك مليون تحية. مليون تحية، سلام لكل من يحب السودان وكل من يكتب لهذا الوطن الكبير الممتد والمختلف الثقافات والأعراف، ودائما رغم هذا الاختلاف يعني ممكن يكون سحني لكن بيجمعنا هذا الحب الكبير، حب السودان. وأنا بكون فخورة بأي شاعر شاب بيبتدر كتاباته للوطن، خصوصا إحنا السودان محتاج مننا الكثير، يعني محتاج لدعم شعريا، محتاج لكل المحافل أو كل ضروب الفن ممكن هي تقدم رسالة في حب الوطن وفي حب السودان. وهيب صالح، يعني البيئة المحيطة أكيد لها تأثير، وأنا تكلمت عن الديوام وأنت واحدة من الأماكن الساحرة، وتاني قلت على حاجة جميلة جدا يعني تحدثت عن الجبنة المضفرة يعني فإحنا دائما لما نزول يمشي الديوام نقول يجب لنا معك جبنة مضفرة. التحية لهنا في الديوام وتحية لك، واحكي لنا عن النشأة والميلاد وشكل التكوين الشخصية والدعم في الكتابات في الديوان.
ميلاد في مدينة دويم أبو يابرة. يا سلام. أبو يابرة. وبعد ذاك برضو يعني تنقلنا من المدينة إلى الريف، ريف الدويم بالضبط منطقة البنوناب. والبنوناب منطقة طبعا يعني ذات مناخ يمكن يكون شبه السافنة، شبه السافنة المناخ السافنة، ومناخ طبعا صعب اللي هو نعم من الشرق بحدة اللي هو نهر موسمي. دي منطقة البنوناب أو غريبة البنوناب، ومن الغرب طوالي منها في ترعة كده بتجي مربوطة بحبل، وترعة يعني بحجم النهر الموسمي. فمنطقة بصراحة يعني جميلة شديد، وفيها الرعي وفيها كل شيء يعني فيها يعني أنا بتذكر يعني إنه نمشي شجرة حبوبتنا هناك ونقعد على الشاطئ إحساس بحجم الدنيا يعني. كل شيء فيها يعني، كل شيء فيها يعني الخضار العجول، بيئة يعني محفزة جدا لأنك تكون زوج صحي بالضبط كده وعندك في كده. فالخضار هو ملكات يعني في حاجات جميلة شديد، شكل الخضار شكل البطيخ على الأرض كشكل العجور كده يعني حاجة كده لما مغري جدا. أيوة حاجة كده عجيب، دي بتخليك إنك أنت ممكن تشكل جواك إحساس ممزوج أيوة في الطبيعة الريفية أو بالطبيعة اللي أنت عايش فيها أو بالبيئة اللي أنت عايش فيها. دي بتشيلها معاك طبعا في أدواتك، وبتشيلها معاك في الكلمة في ذاكرتك وفي إحساسك بالتأكيد، ودي ذاتها بتكون عجينة منك وفيك. صح، البيئة الريفية بيئة جميلة، بيئة محفزة، يعني النقاء الموجود زي ما أنت تحدثت سواء كان في شكل الزراعة ولا في شكل الرعي ولا في شكل التفاصيل الحية البسيطة السودانية، يعني شكل الأم في البيت في الوقت ده مثلا خدت الطبخة بتاعتها في كامل عادي يعني، أو الشاي أو الزلابية، التفاصيل الجميلة دي. وبعد ذاك تمشي تشوف الزراعة على الطبيعة وتشوف الرعي والتفاصيل الجميلة اللي بتكون فيها تكوين للشخصية منذ الطفولة، والزول فعلا بيشيل معاه أدوات. أنا بقول إنه البيت دائما بتطلع منه، البيت الصحي والمعافى والطبيعي وفيه التربية السليمة بتطلع منه مواهب إبداعية. أكيد طبعا أكيد لا طبعا أكيد بتبقى من دعمك في الأسرة في مشوارك. طيب إبداعي جميل. في البداية طبعا هي كانت كتابات وصاصات على الورق مهملة. ليه؟ لأنه كان الكتابات خجولة، وكنت باخذ زاوية في البيت براي كده على سنه ما في زول يعرف أنا بكتب في شنو يعني، كانت الكتابات كلها خاصة أقلع منك كانت خاصة. فكان صديق الناس كله بيجي أقول لهم أنا كتبت شعر، طبعا هم بيكونوا مشغولين، بقول له قلت شنو؟ بقول لهم أنا كتبت شعر، بقول يا سلام كيف كده؟ قول لنا. بقول كلمة كلمتين، بقول له ها وثاني، طبعا ثاني دي ما في لأنه البدايات أصلا بيكون هي عبارة عن مداخل يعني مطالع أو مداخل أو مقاطع. أيوه. فبقولوا لي كمل كمل خلاص كمل. في البعض منهم طبعا بقول لك يا خالي هلا في زول كذا كان مؤمن بيك، لكن او عايزين تطلع منك يعني الوالده بصوره او باخرى. لا تحيه. اخوي الاصغر مني برضه يعني كان كل ما قرينا نص يصفق وكان مشجعني. في صديق النص يعني اكثر من شخص واحد. انا بذكر وليد منزول لانه صاحبي الشديد يعني، وكل ما اكتب نص انا كنت بقعد معاه استاذ يعني انا من هنا اقول له يا اخي مساء الخير. استاذ برضو حذيفه محمد احمد الامام كريوس برضو كان ناقد يعني، وانا استفدت منه في حاجات كثيره. وبرضو استاذ احمد سعيد النور وربنا يرحمه هو برضو يعني كان برضو شكل لي اضافه كبيره جدا جدا. فالبدايه طبعا بعد ذاك المفردة أخذت نقلة يعني كل مرة بعد ذاك الحياة يعني بتطلع بالضبط كده. أنت قبل كلمت لي عن قصاصات ومداخيل لأبيات شعرية أو مطالع شعرية. طيب لما تقول لي قصاصات الجمع معناه أنت عندك كم نوع من القصائد في هذه القصاصات؟ بالضبط كده. لما يكون في كم نوع معناه في هذه القصاصة اكتملت القصيدة. نعم. في حاجة تانية يعني الوالدة وأنا من هنا يعني بحييها وبقول لها إن شاء الله كل يوم بصحة جيدة. عندك لها حاجة هدية؟
والله طبعا هي استاذه وتدرس يعني الرياض الاطفال الصغار، وكل ما صباح بعين في الاطفال طبعا بيستزوني يعني بالاناليز بتاعتهم. فكنت بحاول قلت يعني اساعد الوالد في شيء، انا اقوم اصنع حاجه جديده. ده في بدايه كتاباتي. بتذكر والله نص طبعا ما نسيته لانه ده انا اول نص كتبته. كان في ما حافظه كله. اي رصاصه نسمع منه. طيب نسمع. بتقول طيب جارتنا ربابه كوكو بابا، وكم مرات كوكو كوكو. يا سلام. فتحنا الباب ولقينا اصحابها شايلين ورده ومعاها كتابه، جارتنا ربابه. والباقي ما حافظه طبعا لانه معرض على الفتره. لكن نسمع قصيده ثانيه تكون طيب. مثلا من الكتابات الجميله المرتبطه بفكره او مكان او زمان. جدا طيب. وفي الخاطره زول شاعر جميل اتوارى خلف صدى الكلام اللي قاله، مكتوب صوت وصورة ودندنة لحن ونيات، تتوارى صورته مع القمر مرات يتاوي بين سحابتين للمرايات اللي بتدسن في الغرف طرف الشعاع، يخطف خيال اللمحة من ركن المحال، يرسم ملامح القمر في الحيط القديمة في ظلال الداس نجم الطرفة عن كل الجهات. تاوق علي بين السحاب ضاحك بفاطر المبتسم، فتح شبابيك الطيوف ولع شموع الروح خروف، فانوس عيناته البشع نعسان ومليان امنيات، ضاه السحر طيف الهيع خطف البحر، كان وعد به قبل شهر والعزلة من اول رجب، كحل شعاع القبلة نور العابر اللمح العتب، غاب واحتجب آخر رجب، رسل رسائل الشوق دموع الزوج جميل، جمل حكايات الضرو سمر الحياة، فقع السحاب ضو وانكسر شتى الرزاز، غسل أثر خطواته في السكة الخريف دقدق جواي، إحساس شفيف دق الدنب كلماته زي طعم العنب. يا سلام. حفلة ورقص صبقة وكمان صوت ساكسفون وكورديون يملى الحنين وينفخ شذا ويا حبذا، زول مستحيل زول لا تباريح لا عزا، زول يا سلام فرحة وسلام جمل حروف الكون، غنى وقبال سنة لاقاني في أحسن ظروف، لا لو على هم لا ضنى، وزول جد سبات زول جد سبات زول. تحية التقدير. تحية وتقدير. شكرا على هذا الكلام الموزون. يعني جبري تحدثت لي عن بيئه جميله جدا في الدوين بشكل خضره وجمال، وده طبعا غالب بيسوقني لانه الزول اللي عنده ملكه خاصه او ملكه ابداعيه خصوصا اذا كانت شعريه ممكن المكان يستفزه، ممكن تكون في حاجه بتستفزك عشان تطلع الطاقه الابداعيه جواك. اكثر الحاجات اللي خلتك انت تكتب شيء او نقول استفزتك شيء؟ علاقه السحاب بالأرض. يعني أنا كان بربطني علاقة ما بين السحاب والأرض، كنت قاعد بيناتهم الاثنين. في تعاملات طويلة يعني. بين المسافة دي أنا كبير شديد يعني. كده. ده خلاني دائما حتى يكون يعني في كتابتي دائما تناول السحاب مع الخضرة مع الحاجات دي. الطبيعة يعني في النهاية الطبيعة هي اللي استفزتك. أي بالضبط كده. فهي بشكل وجدانك يعني، العلاقة علاقة وجدانية مكانية. فهو بشكل وجدانك بشكل فيك حاجات كثيرة جدا جدا، وطالما هي الفكرة جواك والشعر برضه هو إحساس جواك بالتأكيد له صلة بالبيئة اللي حوالينك والأدوات اللي أنت بتتناولها في النص بتاعك. دايما يعني الزول اللي بيرسم صورة ذهنية يعني أو بيشوف شكل معين، دي احنا بنقول عليه دايما، أو يعني بعلم النفس دي من أنماط الشخصية البصرية. دايما الشخصية البصرية هي مبدعة لأنه في البداية بتنسج على الخيال ومن ثم بتكمل، يعني غير السمعية هي اللي بتكون أكثر انتباه مثلا للحاجات ممكن يكون فيها سمع أو خيال. نعم فعلا البصرية الشخصية الشخصية البصرية فعلا هي شخصيه بتركز دائما ابدا على الصور على الحياه دائما اكثر ابداع يعني. نعم. تهتم بتفاصيل الصوره بالضبط كده. المشاركه في المنتديات، يعني انا عرفت برضو انت في بدايه كتاباتك كان عندك مشاركه في المنتديات، وانا بفتكر انه دي واحده من الحاجات اللي بتدعم الكتابه عند الزول، لانك بتلقى في زول بيستمع لك
وبكون في نقاط طبعا. نعم. وفي زول بينصحك. نعم. من المشاركات. من المنتديات المشاركه في منتدى حسن الزغر الراحل. ويعني دلاني على الاستاذ محمد سعيد النور وقبله الاستاذ حذيفه برضه. يعني انا كنت من رواد المنتدى، والمنتدى طبعا فيه نقاد وفيه ما شاء الله فيه ناس غامات ممكن يقدموا لاي زول يعني بعض الوسائل اللي هم ممكن في النهايه خطوات صار تمشي بها ويصل باذن الله الى القمه بتاعت الهرم بتاعت الابداع. يا سلام. فمن ضمن الناس ديل يعني الشامي استاذ الشامي. نعم. استاذ عوض الله عبد الله. واستاذ حتى يوسف الرضي برضه يعني مؤخرا انا كان لقيت يوسف عبد الرضي الشيخ. هذول كلهم اساتذه يمكن يضيفوا لزول اي شيء، وبعد ذاك بكل النقدي بوسائل النقدي بكل مقومات النقد وناس يعني ممكن يقدموا لك كل شيء جميل انت بعد ذاك زي ما قلت لك تقدر بخطى ثابته تصل للهرم بتاع الابداع بتاعك. ف كثرة ما نحن بنجي المنتدى في حاجات بتستفزك، يعني في زول يجي كتاب طبعا يدشك يعني تكتب نص على سنك انت تيجي تقراه، بتلقى في زول مثلا يعني مثلا جلال المازري تحيه له يعني قال من طينه السماء انت من نور المائكه انفلقت من هاله العرش انطلقت. يا سلام. شيء يستفز اي انسان. صح. مثلا ثاني شو القام يعني تحيه له قالوا مركت عريان في الخريف لقيتني غير لبسته يعني يعني ناس لما غير طبعا طوالي باثر فيه. ايوه بالضبط كده بالضبط كده. نعم. فكل ما نجي المنتدى طبعا تستفزنا حاجه الواحد يمشي بيعمل حراك بينه وبين نفسه على اساس انه المره الجايه تحدي بيكون. بيكون في تحدي بيصنع حراك ما بينك وبين نفسك وبين الناس الثانيه. دراستك في الجامعه للغه العربيه والتخصص ده طبعا بيدعم كتاباتك الشعريه بالتاكيد، لانه يعني دائما الانسان لو دعم الكتابات دي بلغه عربيه صحيحه رصينه انا بفتكر انه هو بنافس وبكون قدام، حتى لو في مشاركات خارجيه بتكون المخارج اوضح الوزنات اوضح بالنسبه للمتلقي. نعم. دي ممكن تكون هو لكن بعد ذلك طبعا بتسال الحاجه دي بالعلم. لكن بتبقى الموهبه بتحتاج يعني مثلا انا انعكاس لاخرين او انت انعكاس للعالم العالم انعكاس لي بالضبط. بعد ذاك الناس بتضيف لك الحياه وانت العلم اللي عندك ممكن تصغي الموهبه بتاعتك. صحيح. اي في انك انت يعني بعد ذاك تجود الموهبه موجوده لكن انا كيف اقدر اطلعها واثبتها وكيف اقدر يعني اديها المقومات حقتها يعني بالضبط كده، خصوصا اذا كنت اتكلم عشان انا اقدمها في صوره رسمية بالضبط كده. بعد ذاك تكون الكتابات عندها رساله يعني حتى انت الشيء اللي بتكتبه يخدم الانسان. وبعدين احنا عندنا مشاكل كثيره في البلد يعني حتى الكلمه ذاتها بتحل. صحيح. يعني بتحل يعني انا بقول انه مشاكلنا بس حاليا مثلا زي مؤخرا خطاب الكراهيه يعني في السودان في اماكن مختلفه في ولايه السودان كان في خطاب بتاع كراهيه، احنا دايرين نموذج ممكن نستخدم المقاطع الشعريه ممكن نستخدم الموسيقى طبعا ممكن. طبعا طبعا احنا مشاكلنا يعني بحس ان كثير ولقيناها هي مشاكل ثقافيه معلومة يعني الناس ما بتعرف بعض ده بالضبط كده مشاكل ثقافية. يعني كان فرانسيس فوكوياما كان يتحدث عن صدام الحضارات. تحت الكلام ده بتلقى فيه صدام بتاع ثقافة داخل السودان. يعني الناس لو كانت بلورت الحاجة دي على اساس انه تدعم الشيء ده بصورة بتاع التعايش السلمي على اساس انه الناس كلها تتعايش سلميا وفي النهاية الناس العقد دي واللي نادي تذللها وتفكها يعني بالضبط كده. فالمثل محتاج انه ناس الثقافة ككتل تخصصية يقوموا بالجانب ده. يعني المشكلة مو مشكلة السودان مو مشكلته سياسية على الإطلاق، مشاكله كلها ثقافية. كويس. وفي فكرة انه ده بيجي زي اي زول بيعتز بنفسه بمنطقته. اي نعم بيجيبه. يعني في بعض انا ما يتكلم عن الشعر مثلا نحن طيب ما في مشكلة. ديل برضه بيجي يعني احنا ولا طيب ما في مشكله احنا بنبلور احنا بزياده احنا بنبلور احنا بزياده. صحيح. ونخليها تحل بدل هي تعقد تحل. صحيح. آه. ففعلا يعني السودان تلقى انه مشاكله ثقافيه محتاجه. نعم. صحيح. طيب انا يعني حاتكلم عن واحده من القصائد اللي ممكن تكون انت برضه كتبتها وكان فيها دعم كبير جدا من خلال رساله للمجتمع
نصف يعني تكلم عن قضية أنا أعتبر إنه يعني بالضبط كده أنا عندي مشكلة في الحفظ، لكن خليني أديك أنا على زوجي. ما قلت لك ما تحب تدينا على زوجك. شفتي ورا الغيمة بتشخط في كبارة الحلم وأبد تولع شمعتك وآخر صغار وقع شرط السحاب فضح وجهي خصوصك جريت التوبك ريت غطت في الضواحي النايم لحظة تجليك للوهم وفي انتظار رحشة ودخول نسمة تلامس في الآيات الرهاف صلح الشبابي اللي بيفسر شهقة إحساس الندم أو في انتظار شهرة نجيم تجلل الوعد الكفاف يا بنية ليلك يضلهم ويا بنية في حكر الضرر وطول انتظارك للقمر ورسائل القيف والرحيق تصير تفاصيل مو اللي مو سافرنا عينيك صدقي لما كشف محياك ضحى رجع المطر تذكار قديم من ود عيونك للأرض من عرضة الاستواء انشقت السماء اتجاهين شق عصف بخمارك الأخضر على حدك الشمس وشق كل ما جرينا طرفه عليك حالف اترتق وفلت بالوتين على الأسفلت طارا في الرياح اتباعدا اتنافرا واختفى القطر فظلت تبكي وتناهد غربتي الماضي وضعك استراح ولا الحاضر الواقع المرير عاود بضوء امل صباح الغيمة ما اهتمت على قول النجمات الوش اتغوشا وصفك زمان ما كنت تمساس للوهم على الطبيعة السمحة فيك البرتغال الفيك بتنجب قبل ايام مضرتها انغسلي من اول جديد انسلي من تحت الجليد من كل شبابيك والعتيم والمظلم وخليك في خط الاستواء خليك في حكر السنابل والقناديل اللي بيعرف الله يا مضرط وشفتك الغيمة تشخط في كبارة الحلم وابد تولع شمعتك واخر سحاب وقع انكشط شرط اخر سحاب وقع انكشط شرط السحاب وفضح بجيهك. يا سلام انا قلت لك صورة جميلة جدا اذا الواحد تخيل يعني الفكرة دي هي جميلة جدا. انا لاحظت من خلال قصائدك انت بتستخدم رمزية في الكتابة والرمزية في الكتابة دي طبعا حاجة جميلة جدا وحاجة معروفة ومعهودة في المجتمع الشعري أو في الكتابات الشعرية عموما. رمزية كانت للغزل، رمزية كانت للوطن، للمحبوب، لغير من القصائد المختلفة. أكثر القصائد اللي بتميل فيها للرمزية هي لشنو؟ هي للوطن، يعني هسه حاليا هي دي اختزال نصة في الوطن. يا سلام. وهي بتحكي عن الانعتاق عشان أنا أجدع المفاتيح للمستمع والمشاهد عشان يعرف انه المصدر مفاتيحه هي الانعتاق. يعني كيف يعني السودان يعيش بخير وسلام ونكون نحن بحاجاتنا ودائما ابدا نثق في تراثنا نثق في حاجاتنا نثق في كل شيء وانه يعني حاجاتنا اجمل اذا نحن قدمناها بصوره اجمل. يا سلام. يعني دائما في الكتابات في حق امنيات في الذات في تحقيق ذات في يعني اظهار حاجات ممكن تكون خاصه في عند الانسان ما مدرك الجميع. كيف من خلال الكتابات الشعريه نعرف ذاتنا ونكبر ذاتنا؟ طيب اولا الذات لما نتكلم عن الذات نتكلم عن سيدنا ادم. سيدنا ادم وهم من حواهم وكل الناس طبعا خلقت من نفس واحد. فأي إنسان إذا أنا بحكي عن ذاتي نفس المشكلة بتاع ذاتي بتكون لذات ثانية. يعني لو عالجت مشكلة نفسي ممكن أعالج مشاكل أي ثانية يعني بتاعت أنفس ثانية. ليه؟ لأنه دائما بقول لك يا أخي أبدأ بنفسك. نعم. إذا أي زول بدأ بنفسه وعالج في اي عله او اي حبكه حقيقيه او اي عقده قدر حلاها جواه وطلع الحاجه دي على انه انا التجربه بتاعتي حليت عقده جواي ودي الطريقه اي زول ثاني ممكن يجرب نفس الطريقه دي. يعني معناه انه انا لما اعبر عن ذاتي بالتاكيد بعبر عن ذوات تشبهني انا ذاتي ممكن تحل مشاكل بتاع ذوات اخرى. تمام. يمكن احنا لاحظنا في مختلف المجالات سواء كانت شعريه او غنائيه او غيرها من المجالات الابداعيه ان
الماضي ده دائما بيكون عنده قدوة أو متأثر بواحدة من الشخصيات، سواء كان في الفن أو في الشعر. لما نتكلم عن الشعر، حميد ربنا يرحمه يعني عنده باعه كبير جدا القصائد، الحلقي رجم وجد الحب، وكثير من الشعراء اللي ممكن يكونوا موجودين في المجتمع السوداني عندهم إسهاماتهم، وأنا كشاعر خاش المجال ده لازم أتأثر. لكن أنا كيف أقدر أظهر شخصيتي؟ لأنه أنا بشوف إنه في بعض الشعراء والشاعرات بتلقى الواحد حتى في طريقة الأداء لابس شخصية شعرية أخرى. في الحقيقة في مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني هي مشكلة متفق معك. نعم في مشكلة كبيرة جدا جدا في الفهم، يعني إنه أنا كيف أتميز بالمدرسة بتاعتي، أو أنا كيف أكون أنا ذاتي، أنا أكون أنا ذاتي يعني. أنت عبر عن نفسك، عبر عن نفسك. نعم. أول حاجة عندك الأدوات الخاصة بك، يعني أنا ما معنى إنه أكون ظل إنسان على الإطلاق، ده ما إبداع. نعم الإبداع إنك ممكن تقرأ الإنسان ده وما تقرا الشعر بس ذاته، يعني ما تجيب على قراءة الشعر انه انا خلاص بقرا الشعر على اساس انه بس خلاص انا ابقى شاعر، اقرا اي حاجه ثانيه، يعني غير الشعر اقرا اي حاجه ثانيه، اي كتاب، اي محور، ايا كان، له علاقه بالاقتصاد، له علاقه بالثقافه، له علاقه باي شيء، انت اقرا، يعني اعمل لك مكتبه اقرا، مكتبه مصغره ان شاء الله من 10 كتب، اطلاق على الحاجات تكون شخصيتك يعني بكل ملحقاتها وكل أدواتها. ده أنت كفنان وكشاعر وكغيره، يعني بعد ده بيخليك أنك تكتشف حاجات جواك. أول حاجة يعني لو ما عرفت الحاجات جواك بالتأكيد بتكون ظل لآخرين. صحيح، يعني بتكون ظل لآخرين. حتيجي تلقى حميد استفزك في بعض الحاجات وأنت ماشي في مدرسته. طيب حميد ده مرة بحبة معينة في زمن معين أثر له ظروف معينة، صنع نفسه والناس كلها عرفته. بيبقى السؤال انت منو؟ انت هويتك شنو؟ صحيح طبعا خلاص انت جاوب على السؤال ده وارجع اشوف نفسك انت منو. اذا لقيت الجواب ده بعد ذاك راجع نفسك واقعد مع نفسك، حطها في كرسي بينك وابدا انقض شكل المرشد الداخلي جواك. اذا ما قادر استعين طوالي ومرشد انه يكون استاذك يوريك طريقك الصح، لانه انت براك ما تشوف مساق كلها، انت تشوف مساقات معينه، لكن الزول اللي غيرك له معرفه وله باع في الشده كده يعني او نافذ في المنحه ده يمكن يوريك انت شنو اذا ما قدرت تعرف انت هويتك. يعني نعم نسمع نص. طيب المهم حصل الحصل، غاية المهم حصل الحصل، عكس التوقع والأمل. ما يعني كان في إيدي إيه لك ما عملته عشان أصل أهم عيون بكايا ما عرفت تجيب للرياض حل، واه من قلب هم وحجوع فتش عليهم محل محل. حل العشم ساحة الوداع قبل المسافة تبين وفاكرك يجب عمره الوحيد تجبر بخاطر وتسعده، ودي الذكرى يا ما تجيبه لك لحظة عيونك تفقد، ولكن خلاص روح بعيد لم لو حنين وفاط رحم. ولتكن أنا ريدي لك وبحفل عليها الماضي باب، وبتمنى من كل الوعود تكتبني في حاضرك غياب، حتى الملامح تختفي خلف النجوم خلف الرباب وسط ستار المياد دروب مهددة بتشل غاية المهم حصل الحصل عكس التوقع والامل. وانا يعني كان في بيدي ايه لك ما عملته عشان اصل من عيون بكايا ما عرفت تجيب للريده حل، واه من قلب هم وحجوع فتش عليهم محل محل. يا سلام، انا سعيده جدا بالتجربه، بتمنى لها التوفيق، وبتمنى انك دائما تكون يعني متجدد منطلق في عالم الشعر، عندك كمان مشاركات نسمع بها خارجيا، ونلقى اسم شاعر الشاب وهي يعني موجود في كل المحافل الشعريه. شكرا لحضورك، نورتنا كثير عبد الغفير العاصي. شكرا لك. حياك الله استاذ، والله متشكر لك ومقدر، وان شاء الله تكون الماده هي ماده لم تكن مقبول تكون جيد ان